قرب السينما صحراء ارن تنبداو ليالي رمضان. ليالي رمضان اللي غادي يكون عندها طعم خاص بمدينه اكادير بعد سنتين من الجائحه، والجائحه اللي خلتنا نجلسوا في ديورنا. تنقول الناس والساكنه ديال اكادير مرحبا بكم، عندنا برنامج متنوع لكل الاسر المغربيه، برنامج بساحات ديال تيكي وين اسايش، بساحات الويد بالداخله، هنا في طالبرج، في المركبه الثقافيه غادي يكونوا مسرحيات، غادي يكونوا ليالي السمع والمديح، غادي يكون سمع والمديح، غادي يكون عندنا معارض تقليديه، معارض ديال الالات الموسيقيه الامازيغيه، غادي يكون عندنا ليالي دينيه، تجويد قران للنساء الاطفال. اذا برنامج متنوع، تنقولوا للناس ديال اكادير مرحبا بكم، الاسر المغربيه بالاطفال ديالها بالنساء بعد صلاه التراويح موعد مع برنامج كبير وان شاء الله ناجح بالحضور ديالكم بالوجود ديالكم. بالنسبه لهذا النشاط اللي كان اليوم هنا، النشاط كترفع عليه البلديه مشكوره، وكاين واحد المجموعه ديال الانشطه خلال في المدينه كلها، وحنا في الساكنه كنا بحكم الجائحه اللي كاينه كنا محتاجين بحال هذه الانشطه اننا نفرغوا شويه ونشطوا شويه. كنشوفوا اكادير الناس معطشين لهذا الفن ديال الفولكلور في مدينه اكادير والمغرب، واكادير بزاف ما عمرشنا هكا وتحيد علينا هذا الوباء. تنشكروا سيدنا وهاد الناس اليوم الاول في البروغرام في رمضان. كاينه معنا مجموعات دار الضمانه عيساوى، معنا مونتا السمكان، ومعنا الطبول الذهبيه ديال الطبوله في مدينه اكادير. وحنا المجموعه تبارك الله باقي مازال البروغرام، باقي عندنا ساحات اللي فيدوزوا فيها فولكلور اللي في الجمعيه. حنا غيورين على مدينه اكادير بالفن، الفن الفولكلور. درنا هذه الجمعيه هذه باش نخدموا هذه المدينه، حنا ما بغينا والو، بغينا المدينه تتحرك. كنشكروا اليوم المجلس البلدي ديال مدينه اكادير اللي دار هذه المبادره، وكنشكروا كذلك الاخت زهراء المنشودي اللي هي رئيسه نائبه الرئيس في لجنه الثقافه، اللي يعني سهرات على هذه الانشطه الرمضانيه اللي غادي تكون على طول الشهر، وهي مبادره صراحه مزيانه بزاف لانها غتحيي هاد الساحات وهاد يعني هاد المده كلها اللي مع الكوفيد. طالبرج مدينه اكادير اللي كتشهد اليوم افتتاح الليالي الرمضانيه اللي كتنظمها جماعه اكادير، الجماعه الحضاريه مدينه اكادير، اللي صراحه رجعت الحيويه لهاد الساحه هذه ورجعت الحياه لمدينه اكادير. صراحة هاد الأجواء كنفتقدوهم تقريبا لمدة طويلة، سنوات طويلة ما عشناش هاد الأجواء، نقدر نقول من التسعينات تقريبا ولا البداية الألفين. صراحة رجعونا لواحد الأجواء زوينة، أجواء رمضانية. هاد البادرة ديال هاد المهرجانات والتنشيط الموسيقي بحي طالبرج وبالمدينة ككل، بالنسبة لنا حنا كمهنيين كيصب في اطار التنشيط ديال الحي لاستقطاب مزيد من السواح الوطنيين والدوليين اللي تخلي هذا الحي يسترجع الرقي ديالو ويسترجع البهاء ديالو. والحمد لله هذه الساحه هذه راه معروفه بالموسيقى منذ زمان، فيها غنات جيمي هندريكس وكات ستيفنس وعمورين بارك جباره عبد جباره محمد، اللي هي ليالي رمضان اللي في الحقيقة عطات واحد الإشعاع اللي هو كبير لهذه المنطقة هذه. وكجماعة أيت ملول كذلك كنشوفوا هناك عدة أنشطة من بينها رياضية وكذلك ثقافية، على ما أظن أنه كاين برنامج اللي هو كذلك متكامل في أيت ملول، من بينه كاين مسرحيات المركب الثقافي وهناك أنشطة أخرى في الأحياء الأخرى اللي في الحقيقة اللي تعطي واحد الإشعاع كذلك، سواء يكون إشعاع اللي هو كبير لمدينة أيت ملول مثلها مثل مدينة أكادير ومدينة إنزكان وتشيرة. بدا هاد الأمور كتحيا بحال هكذا، يعني كيعطي واحد المتنفس حتى بالنسبة للتقاليد العريقة اللي عندنا حنا، بالنسبة للأغاني الشعبية، بالنسبة لهاد القناوة اللي كاينين، بالنسبة يعني هذا موروث حضاري اللي تقريبا اللي كنفتخروا به حنا كاع الساكنه ديال بالنسبه لاكادير، اللي كان تقريبا غاب هذه مده طويله. حنا كنا تقريبا باش نهضروا في صلب الموضوع انه تقريبا كان كيقتصر غير على الاحياء،
هي بالنسبه من اللي غادي نقدروا نديروا هذا المولود الثقافي بالنسبه للساكنه ديال اكادير وبالنسبه للسياحه وبالنسبه باش نوضوا بهذا المورود الثقافي اللي هو عندنا وهو تقريبا مورود من جيل لجيل. وحنا اليوم جينا باش على اساس ان الاستاذه الزهره المنشودي نائبه ديال الرئيس اللي مكلفه باللجنه الثقافه هنا ديال اكادير ايوا عيطات علينا قدمت لنا الدعوه وجينا ان شاء الله باش نشوفوا هذا الشيء تبارك الله عليها وتنتمناو انه كي بحال هذا الشيء ديال الاحياء يحيى عاوتاني ان شاء الله في جميع جهات سوسي ان شاء الله. الله وسلم عليك.